طيب، الأخبار اللي زعلت جهاز الأهلي الحقيقة وزعلت الجمهور، الأشعة اللي أجريت على عضلة علي معلول الظهير الأيسر التونسي أثبتت إصابته بمزق في العضلة الضامة، هيغيب حوالي شهرين. إذن علي معلول خارج تشكيلة الأهلي في هذه الفترة. ومفيش لعيبة الأهلي اللي بيصابوا. الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قال إن معلول تعرض لإصابة بمزق في العضلة الضامة وهيغيب شهرين، وأوضح إن اللاعب هيبدأ في تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لخلال هذه الفترة. وغادر كان علي معلول مباراة الأهلي وسطيف زي ما حضراتكم شايفين في هذه اللقطة وهو متألم لإصابته المؤثرة في العضلة الضامة. دي إصابة رزلة. والسنة اللي فاتت برضه ما لعبش ماتش الوداد في الفاينل نفس التوقيت ده في الإصابة الحرجة دي. مروان محسن وعمرو السولية الاثنين بدأ ينتظم في التدريبات الجماعية. كان مروان عنده شد في العضلة الأمامية، وعمرو السولية كان غاب عن الماتشات الأخيرة بسبب شد أيضا في العضلة الضامة. الاثنين جاهزين لمباراة الاتحاد، والاثنين إن شاء الله يرجعوا للفريق علشان يدعموا قوته في المباراة اللي جاية، وأيضا في التجهيز لمباراة العودة مع وفاق سطيف بالجزائر إن شاء الله. ميدو جابر بيواصل برنامجه التأهيلي بعد شفائه من الإصابة اللي كان تعرض ليها بشد في العضلة الخلفية. أدى تدريبات في الجيم قبل التمرين المساء النهاردة وبعض التدريبات التأهيلية. أنت مزعجة الإصابات الكتيرة دي كلها إصابات، ما يعني مش مثلا كدمة بتاع يا تمزق يا ضمة يا غضروف يا صليبي، مش ممكن إصابات كلها بالشهرين والثلاثة. طب ده مش يحتاج إلى تفسير طبي؟ مش فاهم. يحتاج إلى حتى يعني ورشة؟ يعني اللي بيقول لك الأهلي لا يعاني من الإرهاق، قول له لا بأمارة إيه؟ أمال ده كله إيه يا إخوانا؟ وعلى فكرة إن قلنا مثلا ده أحمال زائدة، هو كل ده دي ظاهرة بقى لنا 3 4 سنين فيها. بتتغير مسؤولية الأحمال إلى ناس بتوضح لنا إن لياقة الأهلي أعلى من أي فرقة، لكن إصاباته كمان بطريقة وفي ألمع نجومه. صحيح. زي ما يكون قناص قاعد بيصطادهم. صحيح، للأسف. نتمنى يكون في تفسير طبي شافي لظاهرة الإصابات الكتيرة ديت. النهارده